3 4 5 6 والله وليك وحش يا رجاله. فيزو الحمد لله على السلامه. ايه يا معلم؟ صباح الفل يا كوتش. معتز الحمد لله على السلامه. ازاي؟ الحمد لله. ايه اخبار دراعك؟ زي الفل. هموت واتمرن. مرن يا معتز؟ لا انسى لسه بدري. ليه يا كوتش؟ انا تمام وزي الفل. تمام يا معتز. وايدك لسه فيها الجبس اهي. لا ده منظر. انا اروح افك واجيلك. مفيش مكابره في الكسور. لما تفك ايدك وتيجي تمام ساعتها بس ممكن تنزل التمرين. قبل كده انسى. طب انا هخش اتمرن باليد التاني. انسى يا معتز. قول. طب انا هخش اسافر. ما تحاولش يا معتز. طب هات 10 جنيه. ولا 10 ساعه اخرج بس تقعد تتفرج عليه. يلا يا كباتن نكمل التمرين. 1 2 3 تتأكدي من الضغط والنبض وكله قدامك على المونيتور. حاضر. حضرتك دكتور التخدير؟ أنا يا فندم. حضرتك سبت أوضة العمليات أثناء العملية؟ لا لا خالص، أنا ما خرجتش خالص من ساعة ما خدرته وطلعت بيه في الإفاقة بس. وحضرتك يا دكتور ما لاحظتش أي حاجة أثناء العملية؟ تشنج، إزرق، أي حاجة؟ لا ما لاحظتش، ولو كنت لاحظت أي حاجة غير عادية كنت أكيد هعمل اللازم. وبعدين أنا مش لسه مستجد، أنا يا دكتورة استشاري. العفو الكبير، جل من لا يسهو. لا احنا هنا مش بنسمح باي سهو في المستشفى بتاعتنا. طب ممكن اطلع على ورق علاجه او اخد صوره منه؟ اي ورق حضرتك عايزاه اطلبيه من النيابه، لكن انا ما بديش ملفاتي لاي حد. اي حد. حقك يا دكتور، حقك. خلاص؟ اه تمام. جيبو تليفون. هلو. ايه يا ربنا؟ ها؟ لا لسه ماي. دلوقتي ما ينفعش بالليل يعني؟ طيب هاجي هفوق كده والبس واجيلك. يلا مع السلامة. انت خارج ولا ايه؟ ايوه. هو يعني الست لبنى دي ما ينفعش يبقى ميعادها لبكره؟ صباح الفل يا بيبو. ايه